Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat Mal Oustad Mohamed Boukhari. مرحبا بكم أعزائي الكرام أعزائي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثانية المستوى الخامس ابتدائي مادة اللغة الفرنسية لاكتيفيتي دو لا غرامير. اللي باقي ما تفرجش في كاع الفروض اللي درت في القناة يمشي لا ديسكريبسيون غادي يلقى مجموعة ديال لي ليان بزاف ديال الروابط ديال الفروض غادي يدخل ويتفرج بتمعن وإن شاء الله غادي يفهم. وبالنسبة للتلاميذ اللي باغيين بي دي اف ديال الفرض يقراو أول كومنتار أنا غادي ندير النمرة ديالي ديال الواتساب تما باش تواصلوا معايا غادي يكون ايبانغلي ياك غادي تدخلوا وغادي تواصلوا معايا في الواتساب غادي تطلبوا مني بي دي اف غادي نصيفط لكم بي دي اف وكذلك التصحيح ديال هاد الفرض على شكل فيديو في الواتساب ان شاء الله صافي. اذا مرحبا بكم. اذا نبداو على بركه الله الفرض ديالنا ديال لا غرامير في هاد الوحده الثانيه في المستوى الخامس ابتدائي قريتو لي تيب دو فراز 1 اللي كان فيه ديكلاراتيف اي انتيروغاتيف و لي تيب دو فراز 2 قريتو فيها لي فراز امبيراتيف اي اكسكلاماتيف صافي. دونك ici il y en a quatre questions sont très simples. On va commencer par la première question, suivez avec moi. Indique le type de chaque phrase, déclarative ou interrogative. Donc naya on dit quatre phrases naya, غادي نحدد النوعيه ديالهم. Le type واش هي جمله اخباريه تقريريه ولا هي جمله انتيروغاتيف صادير استفهاميه كتسلب علامات الاستفهام وكطرح اون كاستيون. Les pays doivent protéger l'identité de chaque enfant. البلدان خصهم يحافظوا على الهويه ديال كل طفل. دي جمله فيها خبر دونك ناس اون فراز ديكلاراتيف سو كومونس بار ماجسكول اي سو تيرمي بار بوين صافي ديكلار كتبدا ماجيسكول وكتسالب بوان. دوزيام فراز كوني تو تي دغوا واش كتعرف الحقوق ديالك. هنايا اون كاستيون سؤال هنايا دونك هنا سي اون فراز انتيروغاتيف انتيروغاتيف صافي سي اون فراز انتيروغاتيف جمله استفهاميه. بوركوا باسكو اي سو كومونس بار ماجيسكول اي سو تيرمي بار بوان دانتيروغاسيون. La troisième phrase, ici il y en a à l'école, nous apprenons nos droits et nos devoirs. في المدرسة كنتعرفوا أو كنتعلموا الحقوق ديالنا وكذلك الواجبات ديالنا. دونك هنايا هاد لا فراز كتبدا ماجسكول وكتنتهي ببوان بنقطة. دونك سي اون فراز ديكلاراتيف. ماشي فراز انتيروغاتيف حيتاش ما فيهاش لا كيستيون. كاتريام فراز لا ديرنيير سو كومونس بار ماجيسكول سو تيرمي بار بوان دانتيروغاسيون. بوفي فو نو بارلي دو نو دوفوار واش يمكن لك تهضر لينا على الواجبات ديالنا. دونك هنا هنايا كاين سؤال داكوغ دونك سي اون فراز انتيروغاتيف انتيروغاتيف سي اون فراز انتيروغاتيف سي تري بيان يعني جمله استفهاميه. دونك هنايا عندي جوج ديال لي فراز انتيروغاتيف هما كيبداو بماجيسكول وكينتهيو بوان دانتيروغاسيون وعندي دو فراز ديكلاراتيف سو كومونس بار ماجيسكول و سو تيرمي بار بوان داكوغ. باسون على دوزيام كيستيون سويفي افيك موا. ترانسفورم لي فراز ديكلاراتيف سويفونت اون فراز انتيروغاتيف. دونك هنا عندي جوج ديال الجمل ديكلاراتيف غادي نحولهم لجمل انتيروغاتيف صافي. وحنا عارفين بانه كاين تقنيات باش نحولو الجمله من ديكلاراتيف انتيروغاتيف. كاين لانفيرسيون دو سوجي كاين لانتوناسيون كاين لا لوكوسيون داكوغ كاين لوتيليزاسيون دي مو انتيروغاتيف تيل كو او بيان كوا او بيان كومون او بيان كي او بيان كوا اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك هنا عندي ديكلاراتيف لا فراز هي هادي il respecte les droits des autres. شنو هو السؤال اللي ممكن نسولو صافي رجعو سؤال كاين امكانيات بزاف ممكن هاد الجمله نحطها هي نفسها هنايا وندير لها غير بوان دانتيروغاسيون في الاخر وصافي وغادي تكون سي اون فراز انتيروغاتيف سو كومونس بار ماجيسكيل اي سو تيرمين بار بوان دانتيروغاسيون. ولكن يمكن لي ندير اسكو مثلا اسكو هكا اسكيل ريسبكت اسكيل ريسبكت لي دروا دي زوتر واش كيحترم الحقوق ديال الاخرين وندير بوان دانتيروغاسيون. دونك هاي سو كومونس بار ماجيسكول سو تيرمي بار بوان دانتيروغاسيون دونك سي اون فراز انتيروغاتيف بطبيعه الحال. هنايا لا دوزيام فراز تو اكزيرس تي دوفوار كدير الواجبات ديالك. دونك هنايا ممكن نرجعو هاد لا فراز هادي فراز انتيروغاتيف غنديرو لانفيرسيون دو سوجي. لانفيرسيون دو سوجي
يعني هتولي هكا اكزارس تو تي دوفوار بوان دانتيروغاسيون. هاي سو كومونس بار ماجيسكيل و تيرمين بار بوان دانتيروغاسيون، دونك سي فاسيل. دونك هنايا قلنا كاينين بزاف ديال التقنيات، اننا نديرو لانفيرسيون دو سوجي، يعني السوجي هكا كيكون كنقلبوه و كنديرو بوان دانتيروغاسيون، ولا نخلي لا فراز هي هي وندير لها غير بوان دانتيروغاسيون، ولا كندير لا لوكسيون ستادير كنوتيليزي هاد اسكو اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك عندنا بزاف ديال التقنيات. باسون على تخوازيام كيستيون مانتونون، سويف افيك موا. سوليني لي فراز اكسكلاماتيف. دونك لي فراز اكسكلاماتيف اش غادي ندير لهم؟ غادي نسطر عليهم. حنا كنعرفوا لا فراز اكسكلاماتيف هي واحد الجمله كتبدا بماجيسكيل اي سو تيرمين با بوان ديكسكلاماسيون. بوان ديكسكلاماسيون هي هادي اللي هي علامة التعجب، كتكون فيها التعجب. دونك لا فراز أ، كيل مانيفيك سبيكتاكل، نو بافاردي با أون كلاس، كيل بيل جورني، يا له من يوم جميل. دونك هنايا عندي جوج جمل اكسكلاماتيف غنسطر عليهم بكل سهولة، هما هادو. دونك عندي أ، ما هي؟ علاش؟ باسكو سو كومونس باغ ماجيسكيل و سو تيرمين باغ بوان ديكسكلاماسيون. عندي سي أوسي سو كومونس باغ ماجيسكيل. Et je termine par point d'exclamation. D'accord? C'est très bien. Passons à la quatrième question et la dernière question. Suivez avec moi. Transforme les phrases déclaratives suivantes en phrases exclamatives. Le فوق لي فراز ديكلاراتيف حولناهم جمل استفهاميه، دابا غادي نحولوا هاد لي دو فراز لجمل تعجبيه، صافي فيهم التعجب. دونك سيت انفون اي كوراجوز، سيت انفون اي كوراجوز، هاد الطفله شجاع. دونك شنو نقولوا؟ غترجع لنا اون فراز اكسكلاماتيف فيها التعجب، يعني خصها تسالى بوان ديكسكلاماسيون. غنديروا كيل، كيل انفون كوراجوز، او بيان كيل كوراجوز انفون، كيل انفون كوراجوز. Quel enfant courageuse. Point d'exclamation. C'est bien. Il y a une phrase exclamative. Quatre majuscules ou quatre point d'exclamation. Ce projet de classe est magnifique. Il y a une jumla déclarative. Il y a le projet de classe. Il y a le qism. Il y a jamil. Donc, il y a un dire quel. Quel magnifique. Quel magnifique projet de classe. Projet de classe. Quel magnifique projet de classe. Point d'exclamation. Ça se commence par majuscule, se termine par point d'exclamation. Bada va mettre la vidéo d'aujourd'hui, mais quand que خاص l'activité de la grammaire, فرض من فروض المراقبه المستمره المستوى الخامس ابتدائي. كنتمنى انكم تزيدوا دعم قناه التربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.